الوضع العسكري تعرفون كلكم الكفار تعرفون ونحن وضعنا تعرفون الوضع يعني العسكري هذا ما يحتاج أن نقيمه أنتم تشوفون بأعينكم الوضع العسكري الآن المفاوضين يتفاوضون مع الكفار لا نريد حسم مكاسب مع الكفار الكفار يريدون أسراها يتم اتفاق طريق الآن على البنود التالية واحد عدم اخضاع جميع العوائل الى تحقيق وصور شخصيه ولكن تؤخذ البصمات وهم البيكيكي الوسخين يقولون انه بصمات النساء ناخذها ولا نعطيها للتحالف يقولون اثنين يتم تفتيش العوائل من قبل النساء حصرا ثلاثه من يريد البقاء من العوائل في المخيم فله ذلك ومن اراد الخروج مباشره فله ذلك متى ما اراد مين هذا العوائل انتبهوا النساء والاطفال العوائل غير السوريات اذا ارادوا البقاء يبقون في المخيم وان ارادوا الخروج نوصلهم الى مناطق خارج سيطرتنا فهمتوا يا اخوه يعني من الاخير تهريب تعبر التركي او